صباح الخير مشاهدينا الكرام. بعدما تأثرت عدة محاور من شبكة الطرقات في الفترة الماضية بسبب طبعا تساقط الثلوج، أصبحت كل المحاور مفتوحة للسير عدا بعض المحاور في ولاية سيدي بوزو والبويرة التي ما زالت إلى حد الساعة يعني تشهد صعوبة في المرور، وكذلك بعض المحاور المغلقة منها. فعلى مستوى ولاية سيدي بوزو سجلنا الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولاية سيدي بوزو والبويرة مغلق على مستوى بلدية أيت بومهدي إلى غاية منطقة أسول. نفس الشيء بالنسبة للطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولاية سيدي بوزو والبويرة مغلق على مستوى فج تيروردا ببلدية فرحونن. والطريق الوطني رقم 30 الرابط كذلك بين ولاية سيدي بوزو والبويرة مغلق على مستوى قرية أسول ببلدية أيت بومهدي. كذلك سجلنا بولاية سيدي بوزو الطريق الوطني رقم 71 الرابط بين بلدية عين الحمام وأيت يحيى يشهد صعوبة في المرور، وكذلك الطريق الولائي رقم 150 صعب المرور بين بلدية أيت يحيى وصوامع، والطريق الولائي رقم 10 الرابط بين قرية بوسهل وقرية إيقوفار في بلدية أيت يحيى يشهد كذلك صعوبة في المرور بسبب الجليد. وبولاية البويرة كذلك سجلنا الطريق الوطني رقم 15 في شطره الرابط بين بلدية أغبالو مغلق في وجه حركة المرور على مستوى فج تيروردا ببلدية أغبالو، وكذلك الطريق الوطني رقم 33 في شطره الرابط بين ولاية البويرة وولاية سيدي بوزو مغلق على مستوى بلدية الأصنام. هذا فيما يخص المحاور التي ما زالت مغلقة وصعبة المرور بسبب تراكم الثلوج. أما فيما يخص الإحصائيات حول المرور خلال 24 ساعة الماضية، وحدات الطريق الوطني سجلت 37 حادث مرور، أسفرت هذه الحوادث عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 59 شخص بجروح. بالمقارنة بنفس الفترة السابقة نجد أن هذه الفترة عرفت ارتفاع في عدد الحوادث بحادثين، انخفاض في عدد القتلى بثلاث أشخاص، وارتفاع من جهة أخرى في عدد الجرحى ب 11 جريح. الولايات التي سجل بها أكبر عدد من هذه الحوادث هي ولاية الجزائر العاصمة الجلفة باتنا البويرة وولاية المسيدة. أما الأسباب المؤدية إلى هذه الحوادث نجد أن السواق تسببوا في 30 حادث مرور، المارة تسببوا في 3 حوادث مرور، حالة المركبات تسببت في حادثين، المحيط تسبب في حادثين. في الختام دائما أكيد أن جميع محاور شبكة الطرقات ستشهد تنقل في المواطنين في هذه عطلة نهاية الأسبوع. ننصح دائما باحترام قانون المرور والتقيد بقواعد السياقة السليمة، خاصة التقليل من السرعة واحترام المسافات الأمنية بين المركبات، مراعاة الأولوية كذلك واحترام إشارات المرور بصفة عامة، وهذا طبعا من أجل سلامة الجميع على هذه المحاور، ونتمنى للجميع طريق